إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى. خطبة اليوم بعنوان: حكم الغناء في شريعتنا الغلاء. يقول سبحانه وتعالى عن إبليس اللعين في سورة الأعراف: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها الذين وصفوا بقلة العقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين الاستئناس إلى سماع الأغاني والموسيقى التي تصد القلوب عن القرآن وتجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، حتى وصل الحال بهذه الأمة في هذه الأزمان إلى ترويج بضاعة من ليس لهم خلاق عند الله سبحانه وتعالى، إلى رفعة شأنهم، إلى إظهار صورهم وأغانيهم في كل مكان، حتى أصبح الشباب والشابات يملؤون أوقاتهم بهذه الأغاني الفاجرة، ولا زلت تجد في أجواء بيوت كثير من المسلمين وفي أرجاء منازلهم عدة أصوات لهؤلاء المغنيين والمغنيات. فترى الشاب على علم بهؤلاء وأسمائهم وملبسهم ومشربهم ومركبهم، ولا يعرفون شيئا عن دينهم. لو سألته عن فرائض الصلاة ما أجابك، ولو سألته عن اسم من أسماء صحابة رسول الله ما علم وما عرف. من أين له أن يدري وهو عاكف بالليل والنهار على أغاني المغنية فلان والمغني فلان؟ من أين يدري وله أن يدري وسائل الأعلام تعلمه أغنية فلان وفلان؟ أنى له أن يدري عن هؤلاء الأبطال؟ أنى له أن يدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته؟ أنى له أن يدري عن مشية رسول الله وعن أكله وشرابه ونومه ولباسه وبسمته وضحكته؟ ولكن إذا سألته عن المغني فلان والمغنية فلانة أجابك بالشيء الكثير. أيها المسلمون، من كان في قلبه شك من تحريم هذه الآفة فليزيل الشك باليقين، وليستمع إلى كلام رب العالمين وأحاديث سيد المرسلين في تحريمها وبيان أضرارها من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. والمؤمن يحتاج فقط إلى آية واحدة وإلى حديث واحد من صحيح سنة المصطفى ليستمسك بأمر الله وليترك هذه الآفة. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. القرآن الكريم على تحريم الغناء والموسيقى عديدة. استمع أيها الأخ الحبيب إلى كلام ربك عز وجل في سورة لقمان في تحريم الغناء. يقول ربنا جل في علاه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أكثر المفسرين على أن المراد في هذه الآية بلهو الحديث هو الغناء، هو الغناء. لماذا؟ لأنه يلهو عن ذكر الله، لأنه من أكبر الملاهي عن ذكر الله، وورد النص في ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. فهذا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن يقول في هذه الآية: هو الرجل يشتري جارية
لم تكن عندهم آلات للغناء، آلات موسيقى، وإنما كانوا يشترون الجواري، يشترون المغنيات من السوق. يقول ابن عباس: هو الرجل يشتري الجارية تغنيه بالليل والنهار، تغنيه بالليل والنهار. وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، فحلف أي أقسم بالله تعالى قال: والله الذي لا إله غيره الغناء، الغناء. قالها ثلاث مرات: صدقت يا ابن مسعود وإن لم تقسم بربك، والله الذي لا إله غيره إنه الغناء. إن أردت أن تعرف بأن الغناء من شهادة الزور وأن عباد الرحمن لا يشهدون الزور، اذهب إلى قول المفسرين في آخر سورة الفرقان، يقول تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لتجد قول محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب يقول في تفسيره لهذه الآية: الزور هو الغناء، الزور هو الغناء. فالغناء ليس من صفة المسلمين المؤمنين المتقين. قال المفسرون: لم يقل الله تعالى، لم يقل الله تعالى والذين لا يشهدون بالزور، لم يقل والذين لا يشهدون بالزور، وإنما قال الزور حتى يكون المراد أي لا يحضرون الزور. يشهدون الزور بمعنى يحضرون الزور، أي يحضرون مواطن الغناء. إذا أردت أن تعرف بأن الغناء والموسيقى من قرآن الشياطين وأن المزامير صوته، اذهب إلى سورة الإسراء التي هي قول الله تعالى للشيطان وحزبه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال عكرمة عن ابن عباس في قوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: كل داع إلى معصية. وقال مجاهد رحمه الله: صوت الشيطان المزامير، صوت الشيطان المزامير. وإذا أردت يا عبد الله أن تعرف بأن الغناء يصد عن سبيل الله ويصد عن القرآن، فاستمع إلى قوله تعالى في سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، وأنتم سامدون. الصمود في اللغة حمية هو الغناء، هو الغناء. يقال: أصمدي لنا يا جارة، أي غني لنا يا جارة، غني لنا يا جارة. واستمع إلى قول نبيك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، ولينزلن أقوام إلى جنب علم فيروح عليهم سارحتهم، فيأتيهم لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبهتهم الله ويضع العلم، أي ويضع الجبل، ويمسخ الآخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ليكونن من أمة أقوام يستحلون، أي من هذه الأمة أقوام يستحلون، هي في الأصل حرام ويدعون أنها حلال. يستحلون الحرى أي الزنا والفجور، ويستحلون المعازف أي الموسيقى والآلات الموسيقية، يسمونها بغير اسمها. وصرنا الآن نسمع أسماء متعددة للخمر وأسماء متعددة للموسيقى يسمونها بغير اسمها. إن الحبيب المصطفى وكأنه يعيش معنا في هذا الزمان، فهو يتكلم عن هذه الأمة، وحاشا وكلا أن تكون المعازف في القرون الثلاثة الأولى، فهذه القرون هي القرون المفضلة كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في هذه الأمة خسف وقدف ومسخ، خسف وقدف ومسخ. متى؟ إذا ظهرت المعازف
والقينات أي المغنيات، وشربت الخمور، وشربت الخمور، ستصاب الأمة بالمسخ والقذف والعياذ بالله والخسف. نسأل الله السلامة والعافية. أما المسخ والقذف فنحن نراه، ونسأل الله تعالى أن يعيدنا من الخسف وأن لا يخسف بنا وأن لا يواخذنا بما يفعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا امتلأ قلبه بالفسق والخداع والغش فإنه يشابه بعض الحيوانات، فأنت ترى في وجوه بعض الناس مشابهة لبعض الحيوانات التي تتصف بالصفات الذميمة. فهذا عبد الله بن عمرو بن عاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وكل مسكر خمر. الكوبة هو الطبل الصغير، والغبيراء نوع من الشراب، وكل هذه الأمور حرام على أمة محمد. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس قال: أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام؟ رجل يسأل عن الغناء، ويا ليت لنا غناء الأعراب الذي كان عندهم، ما كانت عندهم إلا أشعار من شدة بلاغتها وبيانها وحكمتها كانت تعلق على الكعبة في الجاهلية. هذا الأعرابي يسأل عن الغناء الذي كان في زمانهم. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله، وهذا من شدة ورعهم عن قول حلال أو حرام. فقال الرجل: أحلال هو؟ أحلال هو؟ قال: ولا أقول ذلك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت الحق والباطل؟ إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فأين يكون الغناء؟ إذا جاء الحق والباطل أين ستضع الغناء؟ أيها المسلم اسأل نفسك. فقال الرجل: يكون مع الباطل، يكون مع الباطل، وهذا أمر بدهي. لا يمكن لمسلم عاقل يؤمن بالله ربا يقول بأن الغناء حلال إلا من كان في قلبه مرض. نسأل الله جل وعلا أن يشفي الأمة وأن يردها إلى دينها ردا جميلا. فقال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك، فقد أفتيت نفسك. فالإنسان الذي على الفطرة السوية يعلم بأن الغناء باطل والباطل ليس من الحق. ومن كلام الأئمة الأعلام ما قاله الإمام مالك رحمه الله في الغناء: إذ حرمه تحريما شديدا. إذا كنت لا تريد أن تتعامل مع نصوص السنة فتعامل مع نصوص المذهب. أليس مذهبنا مذهب مالك؟ إيتونا بدليل لفقهاء المالكية. فلنترك مالكا فإنه القمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صحابته. إيتونا بدليل من فقهاء المالكية يبيحون الغناء، والله ثم بالله لن تجدوا، لن تجدوا نصا من أقوالهم، لا أقول من أحاديث رسول الله أو من أقوال الإمام مالك، من أقوالهم
يبيحون ويستحلون الغناء أبدا لن تجدوه، لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، لأن هذه الأمة اتفقت على الضلال ولا يمكن أن تتفق على الضلال. هذا قول مالك رحمه الله. يقول مالك: إن الرجل إذا اشترى جارية ووجد أنها تغني فليردها بعيب، اعتبر العيب في الجارية، اعتبر الغناء عيبا، يمكن له أن يرد الجارية على صاحبها وأن يأخذ نقودا. هذه فتوى الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. سأله رجل عما يباح عند أهل المدينة من الغناء، فقال: ما يفعله عندنا إلا الفساق. حاشا أن يكون في زمن الإمام مالك أن يوجد هناك في مدينة رسول الله من يغني، لا يفعله إلا الفساق. هذا قول مالك، ردوا عليه بالنواجذ حفظكم الله. وأما عبد الله بن الإمام أحمد سئل عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق، الغناء ينبت النفاق في القلب والعياذ بالله، ولا يعجبني. وأما الشافعي رحمه الله تعالى قال مثل هذا وأغلظ في القول، وأصحابه من القدامى وكذلك العارفون بمذهبه كما أوضح ذلك الأئمة الأعلام. وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فقد شدد تشديدا كبيرا في تحريم الغناء، بل ذهب أبو حنيفة أن المغني ترد شهادته، لا تقبل شهادة المغني إذا كان مغني إلى هذه الدرجة. انظروا لأئمة الأعلام فقد بلغوا خير البلاغ رضي الله عنهم وأرضاه. هل نستمع إلى هذا الكلام بعد كلام ربنا وبعد كلام رسولنا فنتحدث في مجالسنا عن الأغنية الفلانية وعن المغني فلان؟ هل يليق أيها الأفاضل؟ ولهذا يدور القلب من كمد أن تنفق الملايير، أن تنفق الملايير وشبابنا في أشد الحاجة إليها من أجل مقاولات صغرى. هل يعقل أن تنفق الملايير وكل يوم نسمع تهديدا بزيادة في المواد؟ هل يعقل أن ننظم مهرجانا تنفق فيه الملايير ورب الكعبة؟ أليس حري بهؤلاء إن كانوا يحبون هذا الوطن أن ينفقوا أموالهم على بلادنا؟ المتقاعدون لم يجدوا أموالا في صندوق التقاعد، وتفكر الحكومة بإضافة سنوات لأن الصندوق فارغ. أصحاب المعامل يهددون بالزيادات في المواد الغذائية، وتمت الزيادة في بعضها. أليس جدير بهؤلاء وهم مغاربة وهم أبناء المغرب، والمغرب بلد إسلامي سني بنص الدستور؟ أليس حري بهم أن ينفقوا أموالهم؟ يقولون إنها أموال الشركات. نعم، لماذا لم تقم هذه الشركات بهذه المبادرة وتنفق أموالها فيما ينفع من تنمية بلادنا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم رد الجميع. وليس اللوم فقط على المنظمين، بل اللوم كذلك على شعب مغفل يجري ويلهث وراء التذكرة لحضور هذه المهرجانات.
مهرجانات فيها ما الله بعليم من الخمر والفسوق وممارسة الزنا. اسألوا من حضر هذه المهرجانات ماذا يقع فيها. كلما كان الغناء إلا وكان الخمر، وكلما حضرت الخمر إلا حضر الزنا والفجور. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اعف عنا وعافينا من هذه الأفة، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شباب المسلمين فإنهم يكابرون بالليل والنهار، اللهم احفظ شباب المغاربة، اللهم احفظ شباب المغاربة إنهم يفسدونهم، إنهم يفسدونهم، عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وأن ييسر أمورنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعيدنا إلى منهج حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر من قلت طهما بلادك بجلالة الملك محمد السادس. اللهم احفظه في ولي عهده المولى الحسن وشد عبده وأخيه المولى الرشيد. اللهم أعطه الحق حقا وارزقه اتباعه. اللهم أعطه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا نعمة الأمان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم فقراءنا وارحم ضعفاءنا. اللهم ارحم ضعفاءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم فك أسرانا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.